الله عن البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز الريسك فاكتورز والبري اوبرتيف ايفالويشن. انا مش هدخل في تفاصيل المانجمنت الانترا ولا البوست اوبرتيف، يعني هبقى مينلي كونفايند للاسسمنت والريسك ستراتيفيكيشن. طيب هنتكلم عن الديفينيشنز والميكانيزمز والبريفالنس والسيجنيفيكانس ريسك فاكتورز والفولس كونسبتس، نحاول نصلحها، السكورنج انديسز والريكومنديشنز. طيب اول حاجه الديفينيشنز، يعني ايه بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز؟ الديفينيشن بتاع البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز اتنشر في يوروبيان جورنال اوف اناستيولوجي اخر ابديت ليه، كان هو الاتي، هم حطوا كل هذه الكاتيجوريز تحت ديفينيشن واحد اللي هو بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن. اولهم الريسبيراتوري انفكشن اللي هو طبعا كلنا عارفينه، وجود سبيوتم مع حراره مع شيست اكس راي فايندنج مع تي ال سي، اي اثنين من الاربعه دول بقى ديفايند از ريسبيراتوري انفكشن. الريسبيراتوري فيلير، وده هو كبير. انا صوت بي كمل يا احمد، دور كامل عندي في صدى. لا كمل بس اعمل سلايد شو تاني. ما انا وقفت شو علشان الصدى اللي راجع ده. طيب اتفضل. الريسبيراتوري فيلير هو للامانه هو اهم واحد في الريسبيراتوري كومبليكيشنز، لان ده ممكن اللي يؤدي لدخول المريض للانتنسيف كير، وهو متعرف على اساس يا اما اوكسجين ساتوريشن اقل من 90% او لو انا عامل بلاد جازز البي او 2 اقل من 60 مليمترز ميركوري. ده تعريف ريسبيراتوري فيلير. بعد كده البلورال افيوجن كلنا عارفينه بس هنراجعه بسرعه، هو اللوس بتاع السلويت والفيلنج بتاع الانجل زي ما احنا شايفين في الايمج اللي على اليمين. الاتيليكسز اللي هي اللنج اوباسيفيكيشن مع شيفت الميداساينر من نفس السايد زي ما احنا شايفين المثلث الابيض اللي فوق ده، او الجزء الاوباسيفايد او الجزء المثلث اللي تحت ده اللي جنب الهارت، كل ده داخل تحت الديفينيشن بتاع الاتيليكسز. لو حد حيران ما بين الاوباستي بتاع الاتليكسس وبتاع الافيوجن، هنبص في الصوره الشمال هنلاقي الميدياستاينم مزقوقه للاوبزيت سايد، في حين ان احنا في الناحيه الثانيه في الصوره اليمين مشدوده للسيم سايد، فده اللي بيفرق لنا الافيوجن من الاتليكسس. بعد كده مطابق النيوموثوركس، برونكوسبازم، اسبيريشن نيومونايتس، كل هذه الديس اوردرز داخله تحت التعريف بتاع البوست اوبراتيف بلمونري كومبليكيشنز. ده بالنسبه للديفينيشنز. الميكانيزمز، ايه اللي بيحصل مع الاناثيزيا اللي بيؤدي الى البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز؟ اولا اللوس اوف ريسبيراتوري ماسل تون، ده بيؤدي الى سمول اير واي كلوجر والفيرال كولابس. ثانيا الابدومينال سيرجري مين للابر بتؤدي الى نقصان الفيتال كاباسيتي حوالي 50 ل 60%، والفانكشن ريزيدوال كاباسيتي اباوت 30%. ريستريكتيف تشينجز بتؤدي لديكريز في كل اللنج فوليومز، بيحصل ماركت ريدكشن في الدايفراجماتيك اكسكيرشن، احيانا طبعا بيحصل اسبيريشن سواء اثناء الاندكشن او الاميرجنس، واخيرا البوست اوبراتيف بين والامبيرد كاف والدايركت اند ريفلكس فرينيك نيرف انهبيشن، كل دي حاجات بتؤثر على البوست اوبراتيف بالمونري كونديشن. موضوع البوست اوبراتيف اتيليكسز، از ات اميث، هل الاتيليكسز دي اسطوره احنا اخترعناها ولا هي فعلا بتحصل؟ الايفيدنس بيقول ان الاتيليكسس بيحصل في 90% من العيانين في الديبندنت بورشن اوف ذا لانج، وده تم اثباته في بحث سويدي اتنشر في البريتش جورنال اوف اناثيزيا سنه 91. البحث ده كان بسيط جدا، هم جابوا 45 عيان المجموعه السويديين وهم عندهم لاب في السي تي وفي تخدير في نفس المكان في الوقت ده، صوروا العيانين قبل الاناثيزيا زي ما احنا شايفين اللانج والهارت في النص، ونفس القط بعد التخدير مباشرة. الصورة اليمين شايفين ان الليفر ابتدى يبان عندي في الصورة، ده معناها ان اللونج حصل جزء بقى كولابسد لفوق فالليفر هو اللي باين، وهم دول اللي اثبتوا ان الاتيليكسس بيحصل. انا تقريبا غالبية يعني 40 من ال 45 عيان اللي كانوا في الاستادي حصل فيهم هذا الفايندنج. الميكانيزم بتاع الاتيليكسس ابزوربشن بيهايند ذا كلوزد ايرويز، زي ما قلنا بيحصل الريلاكسيشن بيأثر في الايرويز فبيخلي الجزء اللي وراها يبقى ابزوربت فيبقى كولابسد، وده طبعا بيبقى وورسند جدا لو انا عملت هاي اف اي او 2. الاكسترنال كومبريشن اوف ذا لانج تيشو واللوس اوف سيرفاكتنت اور سيرفاكتنت فانكشن، كل دي حاجات بتؤدي الى حدوث الاتيليكسس.
بالنسبه للبريفالنس والسيجنيفيكانس، هاو كومون از ذا بالمونري كومبليكيشنز البري اوبراتيف. البحث ده اتعمل في الامريكان كوليدج اوف سيرجنز 12 سنه 2004، كانوا بيبصوا على 1008 عيان وشافوا الفريكوانسي بتاع البوست اوبراتيف كومبليكيشنز، لقوا ان الموست كومون كومبليكيشن كان الانفكشس كومبليكيشن 7%، ثم يليها الريسبيراتوري كومبليكيشن 3.5%. يعني هي it is the second most common complications عموما after any surgery. الكوست بتاعها زي ما احنا شايفين في الصورة، الفرق بين اللي جاله pulmonary complication واللي ما جالوش، متوسط الانفاق عليه في المستشفى كان مدى ما كان $5,000 بقى $62,000، لان طبعا الموضوع داخل فيه intensive care admission وميكانيكال ventilation بكل مشتملاتها. طيب المورتاليتي والموربيديتي اللي ليها علاقه بالبوست اوبراتيف لانج انجري اتنشرت في اللانسيت سنه 2014 في بحث كبير كان اسمهم البروف نتورك انفستيجيتور. جمعوا 12 ستادي عملوها ميتا اناليسيس على 3000 عيان و300، ولقوا الاتي: اولا لقوا البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن عاده بتحصل في اول 3 ايام بوست اوبراتيف. ثانيا لقوا المورتاليتي اسرع بكتير، الخط اللي بينزل بسرعه الاحمر ده اللي هو الخط الاحمر اللي انا عامل عليه سهم الازرق ده، العيانين اللي عندهم بالمونري كومبليكيشنز هنلاقي فيه المورتاليتي فيهم اسرع بكتير من اللي ما عندهمش. ولما قسموا العيانين حسب نوع العمليات لقوا اكثر بالمونري اكثر مورتاليتي كان في اللي جاله بالمونري كومبليكيشن بعد ثوراسيك ثم بعد ابر ابدومينال سيرجري. هو الاذر جروبز اوف بيشنت كانوا اقل في المورتاليتي. فبالتالي احنا نعرف ان 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 الموست ريسكي جروبز هم الثوراسيك او الابر ابدومينال سيرجريز. ده بالنسبه للبريفالنس اند سيجنيفيكانس. بالنسبه للريسك فاكتورز اند فولس كونسبت، الريسك فاكتورز عندنا بتتقسم بتنقسم الى بيشنت ريليتد فاكتورز وانستيزيا ريليتد فاكتورز سيرجري ريليتد فاكتورز. هنبتدي بالسيرجري ريليتد فاكتورز لانها اهمهم. السايت اوف سيرجري كل ما نقرب من الدايفرام زي ما قلنا كل ما الكومبليكيشنز تبقى اكثر، سواء انا بقرب من تحت او من فوق. الايرجنسي بتاع الاوبريشن دي بتزود جدا الريسك. نفس العمليه لو اتعملت كطوارئ غير لو اتعملت اليبتيك. واخيرا الديوريشن بتاع الاوبريشن اللينثي اوبريشن خاصه لو اكثر من 3 4 ساعات ده معرض اكثر للبالمونري كومبليكيشنز. هل السيرجيكال سايت بيفرق؟ احنا لسه قايلين مش بس بقى انا بقول الدايفرام والقرب من الدايفرام، ده عندنا حقيقه لازم كلنا نعيها ان السيرجيكال سايت از ذا سنجل موست سيجنيفيكانت فاكتور ان بريدكتنج بالمونري كومبليكيشنز. البحث ده اتعمل واتنشر في البي جي اي سنه 87، بحث قديم قوي بس مهم قوي. البحث ده كان لطيف جدا. عملوا ايه؟ جابوا عيانين لور ابدومينال سيرجري وقاسوا الموفمنت بتاع الابدومين مع النفس، لقوا ان انا ده قبل العمليه وده بعد العمليه بيوم وده بعد العمليه بثلاث ايام، مفيش تغير في الموفمنت بتاع الابدومينال ماسلز مع الريسبيريشن في اللور ابدومينال سيرجري. لما جابوا الابر ابدومينال سيرجري لقينا ان ده منظر الموفمنت في اول يوم، ده بعد العمليه بيوم، ثم ثلاث ايام، ثم سبع ايام. هنلاحظ ان في ماسيف ديكريز في الريسبيراتوري موفمنتس عموما في اول 3 اور تو 5 دايز بوست اوبراتيفلي، بترجع تاني للنورمال فاليوز بعد 7 ايام. وده اللي بيؤكد لنا قصه ان الابر ابدومينال سيرجي هي الهايست ريسك. ونفس البحث ده لما قارنوا الابر باللور ابدومينال سيرجي من ناحيه الفايتال كاباسيتي، زي ما احنا شايفين الخط اللي بينزل لتحت قوي ده، ده الفايتال كاباسيتي في الابر ابدومينال سيرجي اللي نقصد جدا، اقل من 50% في الفيرست بوست اوبراتيف داي، في حين اللور ابدومينال نقصت بس مش بنفس الدرجه. لما جم قاسوا الدايفراجماتيك اكتيفيتي لقوا ان اللور ابدومينال سيرجري هنلاقي الدايفراجماتيك اكتيفيتي زي ما احنا شايفين على الكيرف، مع كل حركه نفس هلاقي فيه دايفراجماتيك اكتيفيتي. لكن المفاجاه ان اللور ان الابر ابدومينال سيرجري زي ما احنا شايفين في المربع اللي تحت مفيش دايفراجماتيك اكتيفيتي. There is nearly no diaphragmatic activity في اول 3 ايام بوست اوبراتيف بعد الابر ابدومينال سيرجري. لذلك لازم ابقى حذر جدا وانا بخدر عيان بيعمل ابر ابدومينال سيرجري لو هو اوريدي بريسبيراتوري ستيتس بتاعته كانت كومبرومايز. طب لو العيان اتخدر 5 دقائق، لو حد قال لي دي عمليه بسيطه جدا ندي بس اي حاجه كده 5 10 دقائق وهنخلص بسرعه، هل ده اقل عرضه للريسبيراتوري فيلير؟ هو طبعا اقل عرضه لكن هو مش اميون، وده اللي اثبته البحث اللي اتعمل في ميلانو
واتنشر في انفيزيا انالجيزيا سنه 2015. ده جاب الدي اي سي او اللي هو البلمونري فانكشن بيقيس الديفيوجن بتاع الكربون مونوكسيد، لا ان زي ما احنا شايفين بيفور انستيزيا وبعدين ايميديتلي افتر وبعدين 1 اور و 3 اورز، مجرد ما العيان بيتخدر الدي ال سي او بيقل تقريبا للنص او للتلتين بمجرد بعد 5 دقائق من الاندكشن اوف انستيزيا. والاند اكسبيراتوري فوليوم هو كمان مجرد ما العيان اتخدر نقص حوالي 30-40%، وبالتالي even very short periods of anesthesia ممكن برضو تأثر على respiratory function. طب الديوريشن احنا قلنا الشورت بيريود، طبعا الديوريشن لا تأثيرها اكبر، لان نفس البحث ده لما قاس حاجة اسمها pulmonary surfactant protein type B ده من الحاجات اللي بتزيد مع اللونج انجري، لان هو مع الوقت بيزيد اكتر واكتر، فبقى لما بعد 3 ساعات بقى زاد زيادة كبيرة جدا وهو بينوت حدوث لونج انجري. طيب خلصنا surgery related factors وهي الاهم. الانستيزيا ريليتد فاكتورز عندنا حاجتين مهمين، اولا استخدام الجنرال فيرسس ريجنال، طبعا دي مش محتاجه شرح ان وينيفر ان انا اقدر افويد الجنرال انستيزيا هيبقى افضل للعيان الريسبيراتوري. طبعا انا مش بتكلم على عيان في ريسبيراتوري فيلير، انا بتكلم على عيان كومبرومايز، يعني لو عيان ريسبيراتوري فيلير اصلا وهايبوكسيك ده انديكيتد ان هو فنتليتد يبقى فنتليتد اصلا. تاني حاجه النيوروماسكولار بلوكرز، ودي حاجه مفاجاه كبيره نزل عليها بحث كبير في اللانسيت سنه 2019 اسمه البوبولار ستادي، دي اتنشرت في اللانسيت ريسبيراتوري سنه 2019 لسه قريب يعني من اقل من سنتين. جابوا 23000 عيان وفضلوا يعملوا اكسكلوجن هي اوبزرفيشن، وبعدين في الاخر قسموهم كذا سب كورت، منهم مجموعه خدوا ماسل ريلاكسنت ومجموعه ما خدوش، وبعدين قسموا اللي خدوا ماسل ريلاكسنت زي ما احنا شايفين لناس خدت ريفرسر وناس ما خدتش، وفي ناس اتعمل لها نيوروماسكولار مونيتورنج وناس لا، وفي ناس اتعمل لها اوبجكتيف او سبجكتيف بلمونري مونيتورنج، وقسموا كل جروب من دول كانوا الاف العيانين وعملوا اناليسز معقد جدا، وصلوا منه النتيجه النهائيه ان ذا يوز اوف نيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس ان جنرال انستيزيا از اسوسييتد ويز انكريزد ريسك اوف بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز، وان انستيست ماست بالانس ذا بوتنشال بينيفيت اوف نيوروماسكولار بلوكر اجينست ذا انكريزد ريسك اوف بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن. طبعا دي اوبزرفيشنال ستادي فليفل ايفيدنس مش عالي، لكن اللي بيقويها انها مالتي سنتر وانها بروسبكتيف وانها حوالي 19000 عيان، وده عدد كبير جدا. طيب دي الانستيزيا ريليتد فاكتورز، يتبقى عندنا البيشنت ريليتد فاكتورز، ودي من ضمن المعلومات المهمه ان احنا مش هنا مش زي الكارديا كومبليكيشن، احنا في الكارديا كومبليكيشنز اكثر حاجه بتفرق معانا بتبقى نوع العمليه ومتقسمه العمليات حسب الكاتيجوريز، لكن في البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن سوري بيبقى بيفرق معانا حاله العيان، لو عيان بامب فيلير، لو عيان سيفير فالفولار ديزيز وهكذا، ده بيزود الريسك. لكن في الريسبيراتوري كومبليكيشنز الاكثر تاثيرا هو السيرجيكال فاكتورز وليس البيشنت ريليتد فاكتورز، لكن برضو البيشنت ريليتد فاكتورز ليها قيمه وهنقولها بالتفصيل. اولا الايدج، هل الايدج بيفرق في الكومبليكيشنز؟ ايوه الاجابه باي ايفيدنس ان اولا الايدج اكتر من 50 ده معاه هاير ريسك للبوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز، والاكثر من 80 بيبقى 5 فولدز انكريز في البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن. تاني حاجه السموكينج، هل المفروض اوقف السموكينج ولا ما اوقفوش؟ وهل السموكينج اصلا بيزود الريسك ولا ما بيزودش؟ طبعا قولا واحدا السموكينج اسوشيتد ويز انكريز ريسك اوف اني كومبليكيشن، مش بس البلمونري. لكن قصة هل نوقف التدخين ولا لا كانت قصة بيتفول جدا واتعمل عليها أبحاث على مدار 30 سنة، لأن في الأول طلع بحث في الثمانينات وبحث كبير كان في مايو كلينيك بروسيديرز في عيانين الكابج، لقوا أن العيانين اللي وقفوا السموكينج أقل من شهرين، يعني اللي وقف السموكينج مثلا 25 يوم ولا حاجة، لقوا أن الكومبليكيشنز أعلى. قال لك علشان توقف الكومبليكيشنز او تقللها لازم توقفها اكثر من 80 يوم، اقل من كده انت بتزودها مش بتقللها. دي طبعا كانت حاجه مفاجاه لما قال لك ان البوست اوبراتيف كومبليكيشن ار لوست لو السموكينج ستوبد فور 2 مانثز مش 80 يوم، وقالوا ان البوست اوبراتيف كومبليكيشنز بتزيد لو الواحد وقف تدخين فتره قصيره 3 4 اسابيع، لا دي مش هتنفع معاهم. ده كان اول استادي كانت عامله هزه في جايد لاينز،
لكن بعد كده ابتدت تتداعى الايفيدنس مع مر الوقت، واتنشر في شيست السموكينج هابتس وعلاقتها بالكومبليكيشنز، وده كان الكونكلوجن بتاعها متوازن شويه. قال لك الكرنت سموكينج واز اسوشيتد ويز نيرلي 6 فولد انكريز في الريسك، في الريسك بتاع البلمونري كومبليكيشن لو عين حاليا مدخن احتماليه الكومبليكيشن عنده 6 اضعاف، وان ريدكشن ان سموكينج وذين 1 مانث واز نوت اسوشيتد ويز ديكريز ريسك. هما لم يجدوا ان ايقاف التدخين خلال شهر هيفرق في الريسك، لكن بعد كده مع زياده الايفيدنس ابتدت تطلع بيتا اناليسيس كبيره، واحده نزلت في الامريكان جورنال اوف ميديسن، والثانيه نزلت في جاما في 2011، وبعدين اخيرا نزلت الجايد لاينز في الانستيزيا كريتيكال كير اند بين ميديسن، المجله الفرنسيه نزلوا جايد لاينز للسموكينج. وكان ملخص الموضوع لو احنا بقى عايزين نجيب من الاخر، اولا البري اوبراتيف توباكو سيسيشن شود بي اوفرد اندبندنت تو ذا تايم اوف سيرجري. اي عيان في ايده يوقف التدخين يوقفه قبل العمليه، سواء بساعه او بشهر او بسنه، ده اول ريكومنديشن. الثاني ان البينفيتس اوف بري اوبراتيف سموكينج سيسيشن بيبقى كل ما هطول مده السيسيشن كل ما هتبقى اكثر، وهيبقى الماكسيمم بتاعه لو اكثر من 8 ويكس، لكن الفرق بقى بين الثلاث اسابيع والاربع اسابيع لسه مش واضح قوي. هو واضح قوي انه اكثر من 8 اسابيع او من شهرين ممكن يبقى هيقلل فعلا الريسك بتاع الكومبليكيشن. ده كان خلاصه نعمل ايه في السموكينج قبل العمليه. خلصنا الكاردياك موربيديتيز والسموكينج. الكاردياك موربيديتيز طبعا بتزود، خاصه الهارت فيلير بتزود الكومبليكيشن. اوبيستي اند اوبستراكتيف سليب ابنيا كانت برضو حاجه مثيره للجدل، لان في الاول لما قارنوا الاوبيز والسليم اكتشفوا حاجه غريبه جدا. الريفيو ارتكل ده اتنشر سنه 99 في نيو انجلاند جورنال، عمله راجل اسمه سميتانا، لقى فايندنج غريب جدا، لقى ان الاوبيستي ما كانش معاها اي زياده في البوست اوبرت بلمونري كومبليكيشن. لو بصينا في المربع هنلاقي 9% و11% اللي هم اللي عندهم اوبيستي واللي ما عندهمش، وبالتالي قال لك ان الاوبيستي از نوت اسوشيتد ويز انكريزد ريسك. بالعكس دول لقوا ان السليم بيشنت والناس اللي عندهم ريسنت ويت لوس اكتر من 10% دول اكثر عرضه للكومبليكيشنز، واللي عندهم لو ماسل واس لو ماسل ماس. لكن مؤخرا ابتدى الايفيدنس يتغير شويه، ولقوا ان الاوبيستي بالذات لو معاها اوبستراكتيف سليب ابنيا بتزود جدا البوست اوبرت بلمونري كومبليكيشن. لذلك يوصى دايما بالستوب بانك كويشنير علشان تقدر تديتيرمن العيان بتاعك اوف هاي ريسك ولا لا. الستوب بانك هو مكون من سبع او ثمان مكونات، السنورنج والتايردنس والبلاد بريشر الهاي بلاد بريشر، البادي ماس اندكس اكتر 35، والايدج والنكس كونفرنس والجندر، وليها طبعا ارقام مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي عشان وقتنا. لكن هو لو اكتر من سبعه يبقى هاي ريسك، لو اكتر سوري لو اكتر من خمسه يبقى هاي ريسك، ولو اكتر من سبعه يبقى اكستريملي هاي ريسك. تمام. طيب اخر الحاجه اللي اخر حاجتين عندنا الاوبستراكتيف ديزيز زي السي او بي دي والازمه، موضوعهم ايه بالنسبه لنا لما قابل عين ازماتك. بالنسبه للاوبستراكتيف لانج ديس اوردر، اولا البرونكيال ازمه حسب الجايد لاينز اللي نزلت في البي جي اي وفي الاناثيسيولوجي، الاثنين اجمعوا على ان الويل كنترول ده ازمه اندبندنت اوف ذا سيفيرتي هاز مينيمال امباكت اون ذا ريسك اوف بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن. يبقى انا يهمني العين الازماتك ان انا اشوفه حاليا لو هو ويل كنترولد، ما عندوش ويزيز، ما عندوش اي ريسبيراتوري ستريس، وات ايفر السيفيريتي بتاع الازمه اللي عنده، هي از اوف مينيمال ريسك، وده باجماع الانجليز والامريكان. طيب الكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز نزل عليها ايفيدنس في مجله شيست 2013، قال لك ان البريزنس اوف سي او بي دي دبلز ذا ريسك اوف بوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز، وبالذات لو انت عايز تعرف مين العيان المعرض اكثر للريسك، لو لقيت ويزز او ديمينيشد بريث ساوندز او لو ساتوريشن او برولونجد اكسبيريشن، الحاجات دي بتزود الكومبليكيشنز 6 اضعاف. اخر حاجه الاكسجين ساتوريشن، رغم ان هي اخر حاجه لكن هي المفاجاه ان هي اهم حاجه. الساتوريشن على الروم اير على البالس اوكسيمتر ده اهم ديتيرمنت للسيفتي بتاع التخدير ده، هل العيان ده لو خدرته هيتعبني وهو بيصحى ولا هيصحى معايا كويس. الاريسكات جروح هنتكلم عنها قدام شويه، عن السكور اللي عملوه لما عملوا السكور بتاع البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشن، وجدوا ان البري اوبرتيف اس بي او 2 من لما قسموه اكثر من 95% لو او من 91 ل 95 او اقل من 91، لقوا ان الهايست ريسك بيفرق في حته الساتوريشن.
يعني العيانين اللي الساتوريشن بتاعهم اقل من 96% عندهم احتماليات البوست اوبرتيف بالمونري فيلير ضعف، ولو كان اقل من 90% بيبقى 10 اضعاف. فده اهم كتير جدا من ان انا مثلا اطلب للعيان بتاعي بالمونري فانكشن، او انا اطلب له شيست اكس راي، او ايفن سي تي. لو انا فعلا مقلق من عيان قبل ما اخدره احط عليه بالس اوكسيمتر واشوف الساتوريشن كام. طيب التولز اللي استخدمها للريسك ستراتيفيكيشن ده الجزء الاخير من المحاضره. اول حاجه، هل البالمونري فانكشن تيست والشيست اكس راي تقدر تتوقع البوست اوبرت بالمونري كومبليكيشنز؟ الاجابه كانت في جايد لاينز اللي نزلت في الامريكان في بتاعه الامريكان كوليدج اوف فيزيشن، واللي اتنشرت في الانرز وانتنسيف كير ميديسين سنه 2006، وكان الريكومنديشن واضح جدا ان البري اوبرتيف سبايرومتري اند شيست اكس راي شود نوت بي يوزد روتينلي، ما لهمش لازمه. طبعا انا بتكلم على النون كاردياك او النون ثوراسيك سيرجري، وده عضده البحث ده بحث لطيف اتنشر في يوروبيان جورنال اوف اورثوبيديك سيرجري اند تروماتولوجي في 2017، كان على الهيب فراكشر سيرجري. عملوا ريتروسبكتيف اوبزرفيشنال ستادي على 640 عيان كانوا عاملين شيست اكس راي قبل الجراحه، لقوا ان 22% منهم كان عندهم الاكس راي فيه بوست فايندنج، لكن 0.6% بس البوست فايندنج دي غيرت الديسيجن او كانت اسوشيتد ويز ترو كومبليكيشن. واكتشفوا ان كل البوست في كيسز اللي هم ال 0.6% الكلينيكال اكزامينشن كان ماتشنج مع الشيست اكس راي. يعني لو ان انت لو بصيت على العيان بعينك وشفت الديستريس والتاكيبنيا والديزنيا، سمعته بالسماعه، حطيت عليه البلس اوكسيمتر، ده تقريبا هيديتكت نفس الحاجات اللي انت كنت هديتكت ات اف يو اسكت فور شيست اكس راي. وبالتالي ات از نوت ريكومندد ان انا اطلب شيست اكس راي لا بروفايدد ان انا عامل كلينيكال اكزامينشن كويس. البريتش جورنال اوف انستيزيا في 2013 نزلوا برضه سيستماتيك ريفيو عن البري اوبراتيف تيستينج في النون كاردياك سيرجي، وكان من ضمن الكونكلوجنز بتاعتهم ان او الفايندنجز ان البالمونري فانكشن تيست دو نوت بريدكت البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشنز. والراجل سميتانا اللي هو عمل الريفيو بتاع نيو انجلاند اللي اتكلمت عنه من شويه بتاع الاوبيستي، كان نزل برضه الريفيو ارتكل ده في الاناثيسيولوجي كلينكس في 2016، ومن ضمن الريكومنديشن اللي كتبها دو نوت روتينلي بيرفورم بالمونري فانكشن تيست بيفور هاي ريسك نون كاردياك سيرجري. انا بتكلم على هاي ريسك نون كاردياك سيرجري مش اي سيرجري، تمام. طب امتى السبايرومتري هيبقى اسينشال؟ امتى اطلب للعيان بتاعي بالمونري فانكشن تيست؟ لو بيعمل لونج ريسكشن زي ما احنا شايفين اللونج بتاعتي الاف اي في 1 والدي ال سي او بتقل مع اللونج ريسكشن 30% تقريبا مع النيومونكتومي، طبعا ممكن اكتر بس ده المتوسط، وبتقل 15% مع اللوبكتومي، وبتقل 5-10% مع السيجمنتكتومي. وبالتالي لو عين هيشيل جزء من اللونج لازم يعرف هو البالمونري فانكشن بتاعته عامله ازاي، عشان يعرف اللي هيتبقى له بعد الريسكشن هيبقى كافي بالنسبه له ولا لا. طيب هل البلاد جايز اطلبها للعيان؟ هل البري اوبراتيف ارتيريال بلاد جايز ويل بريدكت البوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن؟ طيب هي البلاد جايز دي بتعرفني ايه؟ هتعرفني اوكسجينيشن، وهتعرفني الفنتيليشن واسيد بيس اللي هو السي او 2. طيب الاكسجينيشن انا اقدر اعرفه من البالس اوكسيمتر، صحيح البالس اوكسيمتر ممكن يبقى فيه بايس 2-3% بس مش هيبقى بعيد قوي عن البلاد جازز. طب السي او 2 هل معرفتها مهمه ولا لا؟ اتعمل البحث ده، اتعمل في كندا في سنه 2002، وكانت نتائجه ان نايذر هايبركاربيا نور ريديوسد spirometry were independently associated with increased risk of post-operative pulmonary complications. يعني لو انت اكتشفت ان العيان بتاعك عنده، طبعا مش بتكلم على عيان السي او بي دي، انا بتكلم على العيان العادي مش عيان سي او بي دي. عيان سي او بي دي طبعا لازم اعرف البيز لاين كربون دايوكسيد بتاعه كام، لكن في العموم لا الهايبر كاربيا لو انا لقيتها او لو لقيت spirometry values هتقدر تعرفني العيان ده معرض للبوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشنز ولا لا. لذلك البلس اوكسيمتر از انف. خلصنا الريسك فاكتورز والفولس كونسبتس، هنخش على السكورنج انديسز اللي هي اهم جزء في المحاضره. اول سكور اتعمل سنه 2012 في الانالز اوف سيرجري، كان عملوه جامعه بوسطن، وكان معقد جدا رغم انه اتعمل على 82000 عيان، لكن كان درجاته كتيره والكاتيجوريز بتاعته كتيره وحساباته محتاجه انك تدخل اونلاين على موقع، فلقوا ان هو ات از فيري ديفيكولت وبيبريدكت بس الريسبيرتوري فيلير وليس بقيه الكومبليكيشنز. ورغم ان هو اتعمل بعديه ميني اونلاين كومبليكيشنز لكنها كانت سوري ميني اونلاين كالكيوليترز لكنها كلها كانت فيري ديفيكولت. طلع بعديها بقى السكور المهم قوي اللي احنا يهمنا نختم بيه المحاضره هو الاريسكات سكور.
اريستات ده اختصار لاسيس ريسبيراتوري ريسك ان سيرجيكال بيشنتس ان بيشنتس ان كاتالونيا. هو اتعمل في اسبانيا في جامعه هناك في اسبانيا، ولذلك هم اخذوا الاسم ده من الجامعه اللي هم شغالين فيها، نشروه في اناثسيولوجي في 2010. السكور ده فاليديتد في 7 فاكتورز في 2500 عيان. السبع فاكتورز مميزاتهم ان هم كلهم يقدروا يتعملوا في البري اوبرتيف فيزيت، لا فيهم تحاليل معقده ولا فيهم اشعاعات ولا فيهم معامل صعبه ولا فيهم اي حاجه خالص، كلهم بالهيستوري والاكزامينشن، غير ان هو بيديسكريمينيت 90% من البلمونري كومبليكيشن. طب ايه هي الفاكتورز اللي في سكور؟ في حاجات بيشنت ريليتد، الايج والساتوريشن والريسبيراتوري انفكشن ان ذا لاست مانث والبري اوبرتيف انيميا. الاربع حاجات دول كل واحده اخذ سكور، والحاجات اللي ليها علاقه بالسيرجري ثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم، مكان الجراحه والديوريشن وكونها ايمرجنسي ولا مش ايمرجنسي، وادوا لكل واحده درجه. وبعد كده قال لك لو طلع السكور بتاعك الدرجه بتاعته اقل من 26 يبقى ده لو ريسك، لو من 26 ل 44 يبقى انترميديت، لو اكتر من 45 يبقى هاي ريسك. زودوا عليهم كمان حاجه اسمها بوزيتيف كاف تيست والميل جندر، لو كانوا موجودين دول برضو بيعملوا لي مودريت ريسك للبوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز. جم بعديها نفس المجموعه في 2014 عملوا اكسترنال فاليديشن، يعني هو الاول كان معمول في اسبانيا، لا عملوه بقى في 5000 عيان في 63 يوروبيان كونتري علشان يقووا الفاليديتي بتاع السكور، ولقوا انه اتيز فيري اكيوريت في الديتكشن بتاع البوست اوبرتيف بلمونري كومبليكيشنز، ولذلك هو ده بقى المعمول بيه في اغلب البلاد العالم. بعد كده طلعوا منه سكور تاني اسمه البريسكوب سكور، كان معني اكثر بالريسبيراتوري فيلير، انا مش هقول عليه تفاصيل كتير لان هو تقريبا هو اتعمل على 63 هوسبيتال 5800 عيان، وهو تقريبا نفس النقاط زاد عليها بس الريسبيراتوري سيمتومز والهيستوري اوف كونجستيف هارت فيلير والهيستوري اوف كرونيك ليفر ديزيز، ده الفرق الوحيد اللي بينه. وده برضو لقى ان هو بيديسكريمينيت بسنسيتيفيتي كويسه جدا لو اكتر من 12، وسبيسيفيستي كمان كويسه لو اكتر من 23 البوست اوبرتيف ريسبيراتوري فيلير. بس هو قيمه السكور ده ان هو بيركز مينلي على الفيلير مش على بقيه الكومبليكيشنز. لو حبينا نعمل اكسرسايز سريع، اول اكسرسايز انا عندي بيشنت 35 سنه هيموجلوبينه 12 ساتوريشن 97% مفيش شيست انفكشن، هيعمل الكتيف اوبريشن لابروسكوبيك سليف جاستريكتومي والبي ام اي بتاعه 45 وهيقعد ساعه ونص. طبعا اي حد يقول لك لابروسكوبيك سليف وبي ام اي عالي يبقى اكيد ده هيحتاج بوست اوبرتيف اي سي يو، هيحتاج اكسجين، هيدي ساتوريت، هاي هاي هاي. طب تعالوا نحسب له الريسك كده، هنلاقي اول اربعه دول اخد فيهم زيرو، الكتيف سيرجري هياخد عليها زيرو، لابروسكوبيك سليف جاستريكتومي ياخد زيرو لان هي مش ابر ابدومينال سيرجري وانها لابروسكوبيك مش اوبن، كون ان هو ساعه ونص بس هياخد عليها زيرو، البي ام اي مش داخل اصلا في السكور، وبالتالي العيان ده فيري لو ريسك. وطبعا كلنا بنشتغل دلوقتي بارياتريك وبنشوف ان هي لو عيان يعني ما عندوش اوبستراكتيف سليب ابنيا وكلام من ده، او هو فيري هيوجلي اوبيز، الحالات دي قربت تبقى دي كيس سيرجري. طب اكسرسايز نمبر 2، عيان 85 سنه هيموجلوبينه 12 ساتوريشن بتاعه 97% مفيش ريسنت انفكشن وعنده لانج فايبروزز، هيعمل الكتيف سيرجري كاتاركت وهيقعد ساعه ونص. لو جينا نحسب هنلاقي ان هو علشان 85 سنه ياخد 16، عنده لانج فايبروزز مش داخله في السكور، الكتيف سيرجري يبقى زيرو، كاتاركت يبقى زيرو انها مش ابدومينال سيرجري، طالما هيقعد وقت قصير هيبقى زيرو، وبالتالي العيان ده رغم انه 85 سنه وعنده لانج فايبروزس ممكن واحد يشوف العيان ده يتخض ويقول لا ده عيان محتاج اي سي يو، او يقول لا العيان ده ما ينامش ده يكمل حياته بالكاتاركت مش لازم يشوف. هنكتشف ان العيان ده كريسبيراتوري وايز از لو ريسك بيشنت. اكسرسايز نمبر 3، عيان بقى 18 سنه يعرفوا انه كويس، هيموجلوبين 11 وساتوريشن 97% ونو انفكشن، هيعمل ايمرجنسي كده انا شايف ايه و ضمن في صدى جامد قوي، حد فتح المايك بتاعه. كمل يا احمد. هيعمل ابدومينال اكسبلوريشن في الطوارئ علشان بيرفوريتد دي يو، وهياخد ساعتين لثلاثه. الراجل ده ابيرنتلي عيان كويس سنه صغير، هيجي نبص بقى نلاقي الاربعه اللي فوق اخدين زيرو، ايمرجنسي بروسيدر اخد الثمان نقط، اكسبلوريشن في بيرفوريتد ديو ابر ابدومينال سيرجي يبقى 15 نقطه، هيقعد ساعتين ثلاثه بقى 23 نقطه. فالمفاجاه ان هذا المريض
الصغير السن لكن عشان هيعمل عمليه كبيره وفي الطوارئ وفتره طويله اللي هي السيرجيكال ريسك فاكتورز قلنا هي الاهم عندنا من البيشنت ريسك فاكتورز خليته هاي ريسك بيشنت وبص اوبرتيف بالمونري كومبليكيشن. الاكسرسايز الرابع والاخير عيان 30 سنه هيموجلوبين 13 ساتوريشن 97 مفيش انفكشن الكتف بروسيدر هيعمل ريبير اوف كايفوسكوليوزز بثوراكوتومي هيقعد 3 ساعات هنيجي اول السطر اخد زيرو الكتف اخد زيرو لكن الريبير بتاع الكايفوسكوليوزز هياخد 24 لان ده ثوراسيك انسيجن هياخد 3 ساعات دي برضو هتاخد 23 فهذا المريض هاي ريسك بيشنت رغم انه ابارنتلي بالنسبه لنا سنه صغير وما فيهوش مشاكل لكن العمليه كبيره والوقت كبير فزي ما قلنا السيرجري اهم من البيشنت في البوست اوبرتيف بالمونري كومبليكيشنز. خلصنا السكورنج انديسيز ريكومنديشن لو انا بحضر عيان قبل العمليه اعمل ايه اخلي بالي من ايه. اول حاجه ايدنتيفاي ذا ترو فروم ذا فيك ريسك فاكتورز يعني ركز على الاريسكات سكور وعلى الستوب بانج. لكن قصص بقى العيان الاذر كوموربيديتيز اللي ممكن ما تكونش مسمعه قوي في الفانكشن دي ما نهتمش بيها. تاني حاجه سيرجيكال فاكتور زي السايت وايرجنسي وديوريشن هي الميجور ريسك فاكتورز. ذا موست امبورتنت بيشنت ريليتد فاكتور از ذا بيز لاين اس بي او 2. سيسيشن اوف ستومك از بريفيرد لكن الاوبتيمم ديوريشن از انون يستحب يكون اكثر من شهرين بس كل ما يبقى اطول كل ما يبقى احسن. السبايرومتري الاكس رايز الاي بي جيز شود نوت بي روتينلي ريكويستد في الاكسترا ثوراسيك سيرجري. واخيرا في الهاي ريسك بيشنت ناخد بالنا بلاش نعمل كومباينيشن في الريفرسبل ريسك فاكتور. يعني لو انا عندي عيان هاي ريسك مثلا ساتوريشن قليل السايت بتاع السيرجري في الارجنسي الحاجات اللي انا مش هقدر اغيرها ما اجيش بقى اخضره وهو عنده ريسنت ريسبيراتوري انفيكشن ما اجيش مثلا اخضره لو عندي اختيارات لينثي بروسيدر وشورت بروسيدر اختار اللينثي بروسيدر. يعني احاول اقلل الحاجات اللي ينفع تتغير لان في حاجات مش هقدر اغيرها. تمام انا كده خلصت المحاضره وشكرا لكم لحسن استماعكم.